أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.